الجبل مو هي مساحة اليرق، فنظروا إلى داخل الغار ولم يروا شيئا، ويبدو أنه كان بالمعجزة الله سبحانه وتعالى أخفى النبي عن أنظارهم. وتذكر بعض الروايات أن الإمام علي عليه السلام كان هو الذي يأتي بالطعام والشراب مساء إلى النبي صلى الله عليه وآله لمدة 3 أيام، ثم استأجروا من يعرف الطريق وسار النبي إلى المدينة في منطقة قباء. قبل الوصول إلى المدينة المنورة النبي صلى الله عليه وسلم بقي هناك، ما دخل المدينة، قال أنا أنتظر الإمام علي حتى يجي. الإمام علي عليه السلام كان في مكة، وكانت مهمته إرجاع الودائع والأمانات التي كانت عند النبي. النبي كان معروفا بالصادق الأمين، أمين يعني ما يخون الأمانة. وأهل مكة اللي عنده فلوس عنده ذهب عنده أمانات، وما في ذاك الوقت يطلع صندوق الأمانات بالقفل ولا بنك ويحطه بالبنك سيفتي بوكس. السلام عليكم. السلام. وإنما كان يأتي بالأموال يضعوها عند النبي حتى لا يسرق سارق ويبقى محتفظ بها. فكان عند النبي مجموعة كبيرة من أموال الناس وذهب الناس وبالنتيجة فضة السكة اللي كانت هي متداولة عند الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أخبر الناس أنه يا تعالى أخذوا أماناتكم، وكان عرفوا أن النبي يخرج وما كانت تنجح خطة الخروج ولا ينجو، يعني بشكل طبيعي لا ينجو، ولذلك لم يخبر الناس وإنما ترك الأمانات عند الإمام علي عليه السلام، وقال له ارجع هذه الأمانات لأصحابها. الإمام علي عليه السلام بقي 3 أيام بعد النبي صلى الله عليه وسلم أرجع الأمانات إلى أصحابها من أهل مكة، ثم خرج بالفواطن. فواطن تدرون جمع فاطمة، من ذن الفواطن؟ فاطمة كانت فاطمة بنت أسد أم الإمام علي عليه السلام، وفاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت النبي صلى الله عليه وآله، وفاطمة بنت حمزة، وإلى فاطمة أخرى كانت. وخرج بالنساء نهارا وجاء بطريقه إلى المدينة. سأل مكة أولا يعرفون بطولة الإمام علي، ولو خرج واحد منهم من عشيرة معينة كان يخاف العشرة تبتدي، لكن بعض الأشرار قالوا أخذتهم الغيرة، شلون النبي الإمام علي يطلع علني قدامنا وإحنا ما نسوي شيء؟ فجمعوا أسلحتهم وأجوا وراء الإمام علي حتى يحاربوا. الإمام علي سلام الله عليهم أول واحد اللي إجى ضربة يكسرها، البقية شافوا إنه هذا ما يقدرون يقاوموا، شردة أصلا ما بقوا. لكن قالوا من اللي يقاوم الإمام علي؟ أصلا هذا ما يمكن مقاومته. الله أنجاه وأنجى الفواطر. مع ذلك كان الإمام علي يحتاط مع كل بطولته وشجاعته، ولكنه بالنتيجة العقل ضروري كان يحتاط، كان يخرج أو يمشي بالليل، وربما لأن الشمس كانت أيضا قوية فيمشي بالليل ويكمن يرتاح في النهار. في النهار الأعداء ما يشوفوه إذا هو نايم مرتاح، وفي نفس الوقت الشمس حارة والمشي سريع لأن هرب من الأعداء، حتى أنه أثر في رجليه يقول ورمت قدماه وكان يسيل منها الدم لسرعة المسير، إلى أن وصل إلى قباء والنبي صلى الله عليه وآله كان ينتظره، قال ما أدخل المدينة إلا يجي الإمام علي وأدخل مع الإمام علي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قباء بنى أول مسجد في الإسلام، يعني قبل المسجد النبوي، إن شاء الله تكون الحاجة تشوفون المسجد النبوي. قبل المسجد النبوي أكو مسجد اسمه مسجد قباء، لكن مسجد قباء هو أول مسجد في الإسلام، وبعد أن جاء النبي إلى المدينة بنى المسجد النبوي المعروف. والنبي فرح جدا بمقدم الإمام علي، استقبله وعانقه ورأى ما شاف رجليه مجرحة ودم بيها، فوضع من ريقه سلام الله عليه على جروح الإمام علي فشفيت، وقال الإمام علي لن يشتكي من رجله إلى
آخر حياته ببركة وصاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد وعلى محمد.